أعزائي الطلاب، أخذت المدرس السابق وضربه بين الجمع وطرح حتى 9999، وتعرفنا شلون قلنا إذا كانت العملية ناقص للتحقيق شو تكون؟ زائد. شو تسوي العدد الناتج ناقص العدد الثاني شو يطلع لي؟ العدد الأول للتحقيق من صحة الحل. ذاك الدرس أخذنا هذا وخلينا أتأكد. اليوم موضوعنا هو الأنماط العددية والجمل المفتوحة. عندي نمط الأنماط أما تزداد وأما تنقص بالمقدار. عندنا الملاحظ وياي الأنماط العددية 100 200 300 400. جاي تلاحظ النمط ايش فيه؟ يزداد 100 100. انتبه، عندي هذا المثال يقول لي أصف قاعدة النمط. في سؤال يقول لي أصف قاعدة النمط. أول شيء أضاف 1200 2200 3200 4200 5200. نلاحظ التغيير وين راح يكون؟ في مرتبة الـ آلاء. في مرتبة آلاء. فيصير 1000 3000 4000 5000. يعني النمط ايش فيه؟ يعني بمقدار ألف. فيزداد بمقدار ألف. زين أنا أقول 5000 4000 3000 2000 ألف. النمط ايش فيه راح يكون؟ ينقص بمقدار ألف. زين أنا أقول 60 40 60 50 40 30 20.